نبيل بيمرر لرؤوف. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على التسديده، يا سلام على الهدف الثالث للنادي الاهلي. بص شوف القرار، بص شوف التسديده الارضيه الزاحفه قويه جدا جدا على يمين مصطفى كمال، علشان 2-1. عمرو جمال، عمرو جمال، يا ولد يا ولد يا ولد، ولكن يا سلام، ولسه 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 مره ثانيه، جول 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 جول. رمضان رمضان رمضان، بص شوف عمرو جمال بيعمل ايه، والتألق من بيتر أودور، ولكن رمضان صبحي، رمضان كريم، رمضان 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 كريم، بيضع الهدف الثالث في احداث هذا اللقاء علشان يضع الثلاثيه. وتريزيجيه، وادي العرضيه خطيره، وادي عمرو جمال بيتابع، ولكن مره ثانيه عرضيه، وادي اللمسه، ورمضان يقدر، جول 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 جول. اهلا رمضان، اهلا رمضان رمضان. شوف الحكايه، بص شوف الروايه، عمرو جمال، وبص العرضيه والكوره، والكوره والمتابعه والفولو من رمضان صبحي اللي يعلن عن نفسه ويضع تاني اهداف. وكل حاجه خطا خطير جدا. رمضان صبحي يا ولد يا لعيب، تريكه تريكه الجديده اهو، هو ده تريكه الجديد، رمضان صبحي. الاهلي متعه، بص شوف رمضان بدون تعليق، بدون تعليق، صعبه جدا على الحراس. يا سلام عليك يا رمضان، حاططها ايام تعليم مانويل جوزيه مع رمضان صبحي، هدف جميل جدا. ولد يلعب درجه اولى دلوقتي، ويلعب كمان منتخب مصر. اتعلم، ننفت ننفت، عايز يلعب الباصه مع رمضان، رمضان صبحي وندفت، الله في التوقيت، هوبا الثانيه ندفت يا معلم يا ولد. بص شوف الاهلي بيعمل، ابو تفوق مش ممكن يا ولد يا ندفت. رقصوا 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 على واحده ونص، رقصوا على السمسميه البرازيليه. شوف التوقيت والتايمنج بدون اوف سايد، لعيبه كبار لعيبه كبار، وحط له هدف وكمان كوبري، هدف مع الختم، الختم الاهلاوي، هدف بالختم الاحمر، يعطي للنادي الاهلي ثاني اداء في المباراه، يدخل ثاني ويخلص النادي الاهلي على الارض. رمضان صبحي، رمضان اشتغل ازاي؟ رمضان بدون اوف سايد، ياجل رمضان، لحظه لعب الكوره، خلاص مش اوف سايد، يلعب له بقى، يلعب الكوره ممتاز. يا سلام الثالث، الثالث الاهلي، رمضان، روميو روميو يا روميو، يا خطيره. كلين البرازيليين، الولد كريم وليد وندفت، بص الباص هات وخد، كله بيلعب كوره للكوره. بص شوف رمضان حركات ابو تريكه كلها، كل حركاته بتاعت ابو تريكه، موهوب موهوب جدا. بص دي بتاع ابو تريكه اهي، الحته دي اللي بيعملها ابو تريكه، يروح عامل انه هيصور رمضان، يخرج لبره رمضان، الاهلي هيعمل نغمه موسيقيه جديده، انطلاقه تاني رمضان، الاوفر لاب اتعمل، حط له دلوقتي، الله توقيتها، توقيت التالت يا اهلي، التالت يا عظيم يا اهلي. الاوفر لاب يا جماعه، بص شوف رمضان ده من انهي فصيله، شوف الجينات بتاعته كلها جينات ابو تريكه، وشوف الطلوع الخطير من خلف الامام، جميله جميله جميله، يسجل النادي الاهلي. بص رمضان صبحي، بص الولد السعداوي الجميل عمرو السعداوي يرفع عينه في احلى توقيت واحلى تايمينج. يسال لاعب ديكو فريرا، بيقابل لعيبه طبعا عندها منتاليتي وعندها كره قدم جميله، تمشي رمضان الحته بتاعته، رمضان صبحي، رمضان صبحي، عدى رمضان يرقص اي حد، عدى من الاسباني والبرازيلي والتصويبه، لكن المرمى مقفول وخالي وفاضي، لكن سدد في الصعبه في الزاويه الضيقه. ده ولد من اولاد الممتازين، مبشر جدا للنادي الاهلي، واحد المكاسب الكبيره لهذه البطوله. وبعد سنتين ثلاثه هتقول ان البطوله دي كان فيها النجم رمضان صبحي، وكان فيها ناصر ماهر وكريم ندفت ويوسف علاء وعبد العاطي واحمد رمضان والفرماوي وحسين والسعداوي وعمر رجب، بالاضافه لعمر جدا في هذه البطوله في المواجهه الثالثه هذا المساء بالنسبه لصالح الفريق. خطير الاهلي، انطلاقه هو ده رمضان صبحي، رمضان صبحي هو الجول، صبحي سجل في اتلتيكو وكان عاوز 17 سنه. بص رمضان صبحي طول وقامه وتواجد دفاعي، بطولة نادي الوحدة أو كأس زايد الدولية. كرة تانية على طول أمامية ملعوبة، بطولة اللي بتخيل البرازيل في هذه البطولة، كرة على طول تانية طويلة أمامية ملعوبة خطيرة، هو ده هو ده، لو ده عمل حاجة وعمل شغل الأهلي هيختلف. رمضان صبحي، رمضان صبحي، الأسيست اتعمل لكن متأخر، رمضان صبحي بطيء، رمضان صبحي لما بيجي تحضير على الأرض المرة دي من كريم ندفت، يلا يا كريم كيمو ندفت، تمشي على طول تاني رمضان، رمضان صبحي يا ولد صبحي، خلص موقف، تنقل الاهلي تاني جميله، الاهلي ممكن يحضر ندفت بدون اوف سايد جميله، الموسى على طول الكره تاني اماميه، ايوه هو ده الاهلي، تيكي تاكا بتاع الاهلي. بص شوف الاهلي بيعمل ايه، يلا يا صبحي، رمضان رمضان، واحد ضد واحد ملوش حل السيد، هوب العرضيه يا راجل، ما حدش موجود معاه، وقف واجل
دخلوا عليه اثنين لعيبه برازيليين، واحد من ريو دي جانيرو والثاني من ساو باولو. عدى اماميه ثاني رمضان، زياده وزحمه البرازيل جوه، اداله كوبري خلاص الاهلي عدى. يا سلام العب في البعيده قلت يا راجل بقى. صبحي ممكن هتشوف مين اللي هيخرج في النادي الاهلي، تمشي ثاني رمضان عاوز يسجل. رمضان يا رمضان بيقف لحد هنا، ما حدش طلع معاه، اشتغل لوحده كله ابو تريكه بحركاته، لكن في الاخير كبيره جدا نفس اداء الشكل. بص كله 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 حركاته، اشتغل حتى جماعي مع اللعيبه كويس، لعب في كاس العالم للانديه، الاهلي فارس افريقيا الاول، والاهلي نادي القرن، والاهلي اللي يملك اسماء كبيره. الكارت الاحمر في لقاء المقاولون العرب قضى عقوبه الايقاف في القاع الداخليه، وكان مكانه محمد نجيب، لكن عاد صخره الدفاع، والمره دي هتاخد راؤول جوه منطقه الجزاء فرصه للتهديف. جوه المنطقة رأسية، فرصة لسه رمضان هيسدد، بلوك دفاع يسدد رمضان، لكن يعني عن طريق رمضان صبحي. رمضان صبحي وناصر وصبحي وندفد اشتغلوا، اشتغلت الماكينة الأهلوية، تروح على طول تاني رمضان صبحي.